بال سورتو عام سنة ما لقاش حظ في السكن على الاخر معناها مشاولي جازون مشاو البرشا معناها ميم يدقوا على الدير ما لقاوش الدير فارغين علاش فما شكون يقول لهم نكريو بار معناها جوج فما شكون يقول لهم راني ما نحبش ديزيت جون فما شكون يقول لهم نحب ولادك ها ونحب بناتك ها فهمت زيد الكريغ لي على الاخر ما لقيتش الجمله ديار وديجا معناها عندي برشا اللوج ما فماش وغلي الكري برشا غالي برشا شنيا شو عملت والله يا قاعد بحضر طفل صاحبي قاعد بحضر طفل صاحبي معناه مرسكي بحذي هذاك الاكثر مشاكل يعني فيها الطالب التونسي خاصه معناتها السنه الجامعيه هذه معناتها فما مشاكل كبيره بحكم المشاكل اللي صايره معناتها على الحدود الليبيه وتوافد معناتها الشعب الليبي لينا فما مشكله كبيره اللي هو الغلاء الغلاء نتاع الكراء معناتها الكراء صور انت اس بلس 1 واس بلس 2 وليت معناتها ب 600 800 مليون واحنا نعرفوا راهو الطلبه سنه راهو فهم برشا مشاكل نتاع كراء الطالب راهي الوضعيه نتاعو مزريه على الاخر مش الناس الكل قادره معناتها باش تكري لصغارها مشكله السكن بالنسبه للطلبه في تونس خاصه تونس العاصمه اول حاجه بتبدا في المبيتات الجامعيه المبيتات الجامعيه تقسيم الوزاره للمبيتات الجامعيه حاجة كارثية يبدا يقرا في الكمبيوتر المناري طيب يشوف المروج طروة يبدا مشكلته تولي يتلز الطالب انه باش يخرج يلوج على الكراء مشكلة خرجان تلوج على الكراء في تونس حاجة بالحق كابوس من نجم اكثر كابوس يقابل الطالب التونسي هو تلوج على الكراء اول حاجة باش يلقى في السنتر فيل ولا في ولا بلاصة قريبت له راي غالية انا نسكن في تونس معناها ما عنديش خلاق نتاع سكنة وما عندي صحابي في فوايي صافا با على الاخر نورمالمون يطلع عليهم يشوفوا حالتهم كيفاش خاطر النظافه كيفاش يرقدوا بون بيت تصور انت في زوز بروشيت معها غاز معها كل شيء ودوش يتحل نهار في الجمعه معناها يولي بيسكو الدنيا سخونه معناها اللي يحب يدوش كل يوم ولا حاجه دونك تلهوا باللي ستوديون شويه روح حالتهم تسخف هما في حاجه معناها للسكنه مزيد انت تعطي دو زون بعد تقول له اكلي بالفلوس مني باش يجيبهم باش الناس كلها تقدر فهمت مش الناس كلها تقدر دونك نحس تقصير برشا ما في من وزاره التعليم العالي نحس فما تقصير من حكايه السكنه المشاكل معروف سورتو عام برك بالنسبه للطلب الذكور انا عام برك قالوا لك عام واحد قرابنا في اطار الاتحاد العام للطلب التونس معناها نورمالمون مش فوق الحق في العام الثالث ما لقي انه ثم برشا عمارات تاع طرابلسيه تو ملوحين والدوله ما مش حابه حتى تعطيهم من وزاره التربيه وزاره التعليم العالي باش شويه يصغر لهم بالنسبه للطلب سورتو تو مع مشكله الوابه جايه من غادي ومشكله الغلي ومشكله غلاء الاسعار تلقى معناها دار في برد تلقى مليون بالنسبه لي انا معناتها نسكن لهنا في تونس ما وكان بروبليم معناتها ما عنديش مشكله جمله سينو سمعت بصحابك هكا دي ستوديونت صارت لهم مشكله في الكريف ولوج على الخير لا ها جمله لا جمله كريت دار قبل ما نكتب الكونترا جاي واحد ليبي زاد عليه الفلوس ودخل هو ومليك خرج لي دبش الكريه السنة في سوسة ما أحكي في سوسة خاطر راني من سوسة بالنسبة للكريه خاطر لا ماجوريتي نتاع السكان ولا مثال في سهلول ولا في حمام سوسة هما اللي بيعوا تزيرية الكاري ما يساعدش يعطي الكليون الكي الاتيديون فهمت يكري له ب 300 و 450 ويجي اللي يكري له ب 800 و 850 التصميم نتاع الكري سورتو معناها للتلامذه خاطر بعد لي ستيديون احنا عندنا ليميت نتاع عوام في الفوايي اون فوا معناها تحب تكمل ماستير ولا اي حكايه باش تكري مثلا انا سنين من تجربتي كي حبيت نكري الساعه اللي الاجونس نتاع الكري ياسر قاعدين يستغلوا